بكم ضمن فعاليات المناظرة الثالثة حول المجتمع المدني وآفة المخدرات، أية مقاربة مجتمعية للتصدي للظاهرة المتنامية. قبل الحديث عن موضوع المناظرة، لابد من التأكيد على أن المغرب قد قطع أشواطه في التمكين للمجتمع المدني. هذه الجهود توجت بدستور 2011، حيث أصبح المجتمع المدني شريكا في القرار وشريكا في التنظيم. في هذا السياق يأتي اليوم الحديث عن موضوع ذو أهمية وخطورة على جميع فئات المجتمع، وهو موضوع آفة المخدرات، حيث أن اختيار جهة فاس من الناس لم يكن اعتباطيا، وهو يأتي بعد جهة الدار البيضاء السطات وجهة طنجة طهران الحسيني. والوزارة من خلال هذه المناظرة فهي تدق ناقوس الخطر، حيث أن هذا الموضوع يحتاج في تناوله إلى مقاربة شمولية يكون فيها الدور الأساسي للمجتمع المدني باعتباره أهم وسيلة من وسائل التنشئة بعد الأسرة والمؤسسة التعليمية. هذه المقاربة الشمولية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود، كما هو واضح من خلال المؤسسات والقطاعات الحاضرة والمشاركة في ندوات علمية ضمن فعاليات هذه المناظرة. نبقى الآن مع الجلسة الافتتاحية. المجتمع المدني ومحاربة المخدرات هنا بمكناس تأتي في سياق استراتيجية الوزارة لتعزيز ورفع قدرات المجتمع المدني المشتغل في مجال محاربة المخدرات. المغرب ولله الحمد قطع أشواط في هذا المجال عبر رفع عدد المراكز المختصة في مكافحة الإدمان. الآن نتجه إلى 20 مركز، وصلنا اليوم إلى أزيد من 15 مركز. ثانيا، عبر تطوير المنظومة القانونية والتشريعية، عبر تشديد المجهود الأمني في التصدي الفعال لشبكات التجار في المخدرات. وهنا أشير أنه السنة الماضية ارتفع عدد المتابعين في قضايا المخدرات إلى أزيد من 121 ألف شخص، فضلا على الاستراتيجية الخاصة بتأمين محيط المؤسسات التعليمية والتي أطلقت في 2017، وبلغ عدد المتابعين في 2018 لوحدها أزيد من 3000 متابع، فضلا عن رفع عمليات الحجز والمصادرة وتشديد المراقبة على الحدود. وهنا من بين المؤشرات أزيد من 1,300,000 وحدة مهلوسة تمت مصادرتها. اليوم لا يمكن أن نربح الحرب ضد المخدرات بدون سياسة شمولية ومتكاملة تندمج فيها المقاربة الوقائية، العلاجية، إعادة الإدماج، برامج التنمية البديلة، عمليات التحسيس، تعزيز وتقوية المنظومة القانونية. وهذه المستويات لا يمكن ربحها بدون انخراط قوي للمجتمع المدني. سنة 2019 كانت سنة إعادة إحياء اللجنة الوطنية حول المخدرات التي ترأسها وزارة الصحة، حيث عقدت اجتماعها في يناير الماضي. المغرب كان من الدول التي تفاعلت مع الأمم المتحدة على المستوى الإفريقي، 5 دول إفريقية فقط من بينها المغرب التي قدمت تقرير شافي حول وضعية هذا وضعية المخدرات وسياسات مكافحتها. على المستوى العربي هو رابع دولة عربية. المؤتمر الوزاري لمارس الماضي كان محطة بالنسبة لبلادنا لتأكيد التزامها وانخراطها في استراتيجيات والسياسات الدولية الهادفة إلى محاربة المخدرات. ولن الحب الوحدات ديال الإكستازي التي تمت مصادرتها تقدر بالملايين في عدد من المناطق. وهنا لابد من توجيه التحية لأجهزة الأمن في بلدنا على المجهود الذي تبذله في هذا الصدد. إحدى التوصيات التي انبثقت من المؤتمر الوزاري في الدورة 62 للجنة المخدرات الأمم المتحدة هو الحاجة إلى تكثيف وتقوية التعاون الدولي، لأنه لا يمكن محاربة المخدرات بسياسات قطرية وطنية فقط. ولهذا التصدي
لا العملية الأخيرة ولا العملية السابقة لابد من تعاون دولي من أجل الوصول إلى الشبكات المصدرة والتي تستهدف المغرب باعتبار موقعها الاستراتيجي وباعتبار يعني كونه في ملتقى يعني قارات. كل ذلك حتى ما على بلدنا، وهذا الشيء تم تأكيد عليه في المؤتمر الوزاري الأخير في مارس الماضي قبل 3 أشهر، على أن العالم محتاج إلى تقوية التنسيق حتى نرفع من مستوى التصدي لهذه الآفة. المدير العام لوكالة تنمية القلب الشمال سي المدير العام للجمعية المحلية السادة العمداء الرؤساء والحضور الكريم، سمحوا لي أنا بغيت في البداية أولا نرحب بكم في الكلاس سي إدريس رحبكم في الجهة، ولكن في الجهة تقطعوا مكناس فمرحبا بكم في مدينة مكناس. مكناس طبعا معروفة بتراثها التاريخي والحضاري. طبعا تشرفوا مدينة مكناس وجماعة مكناس بالشراكة من أجل تنظيم هذه المناظرة الثالثة حول آفة المخدرات ودور المجتمع المدني للحد من هذه التظاهرة من هذه الظاهرة عفوا. طبعا هذه مناظرة ثالثة بعد الدار البيضاء، جهة الدار البيضاء سطات وجهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس كما لاحظتم بأنها هذه المناظرة من حيث نوعية الحضور، من حيث كذلك من حيث العناوين المختارة لهذه المناظرة كلها مهمة لتعالج واحد الظاهرة خطيرة التي حسب المعطيات والأرقام التي قدمت يعني تنخر المجتمع، تنخره اقتصاديا، تنخره اجتماعيا، وتنخره كذلك حتى صحيا. طبعا وكتقيس واحد الفئه نشيطه جدا اللي هما الشباب وفي المراحل الاولى ديالهم، وبالتالي كان لزاما علينا كجماعه مكناس ان نساهم مساهمه ديالنا طبعا من خلال التنظيم وكذلك من خلال المشاركات المتنوعه اللي غتكون في هذه المناظره. وكخلاصة القول كنقول بأنه الجماعة الترابية عندها دور مهم جدا من حيث توفير البنية التحتية من سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية أو صحية للمساهمة في الوقاية من جانب من هذه الظاهرة، وكذلك لها دور كذلك من حيث في العلاج كذلك من خلال الشراكات والدعم اللي كتعقدهم مع المجتمع المدني سواء داخل المؤسسات التعليمية أو خارج مؤسسات التعليم. هنا اليوم في مدينة مكناس كنتشرفوا بعدة جمعيات نوعية أذكر منهم ثلاثة سواء التي تحارب التضخيم بصفة عامة أو التي تحارب الإدمان أو التي تشتغل على الوقاية منهما معا، وهادو حنا دايرين معهم شراكات سنعملوا على تطويرها كذلك مع أي جمعية اللي كتشتغل في هذا المجال لمصلحة بلدنا ومصلحة يعني مستقبل أبنائنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا. وأي حاجة كنقدموها في هذا المجال كتبقى ضئيلة مع هول ديال هذه الظاهرة، لأن اليوم المغرب للأسف الشديد دخل واحد المنعطف خطير، لذلك هذه الظاهرة هي تطلب منا جميعا ان نتدخل، ليس فقط كجماعه ترابي مجتمع مدني بل كل شحال هذه كان فقط اللي كيتدخل اما وزاره الصحه واما الامن واما اداره السجون والعدل. اليوم ملزوم منا كاملين كمجتمع ان نساهم في الحد من هذه الظاهره كل من موقعه لكي يساهم. جماعه ترابي من جماعه مكناس لن تدخر جهدا في المساهمه في الحد من هذه الافه. شكرا. الفحوة ديالها هذا الشيء، الفحوة ديالها هو أن نساهم في الحد من هذه الدائرة إلى جانب طبعا جهات فاس مكناس والوزارة والجامعة، جامعة مكناس حاضرة كذلك لكي تساهم في هذا المجال. شكرا. اليوم كان التوقيع حول اتفاقية شراكة مع
الوزارة المكلفة مع البرلمان والمجتمع المدني حول محاربة آفات المخدرات، وحنا عارفين هاد يعني الظاهرة هي ظاهرة دولية، ولكن المغرب الحمد لله منذ سنوات انخرط في عدة يعني استراتيجيات لمحاربة هاد الآفات، اللي هي كتشكل أولا على العائلات واحد الدمار، واحد يعني واحد الأثار اللي هو جد سلبي، وكذلك على المجتمع المدني، وحنا كنعيشوه في المنظومة ديالنا التربية الوطنية والتعليم العالي، وكنعيشوا هاد يعني هاد الأثار اللي هي أثار يعني سلبية كثيرة جدا.